أما على صعيد الألعاب الأخرى فأكد الكابتن خالد العوضي مدير النشاط الرياضي من النادي الأهلي أن الإستونية إلينا ملكوفا المرشحة للانضمام لصفوف فريق كرة اليد سيدات ستصل إلى القاهرة للخضوع للكشف الطبي فور وصولها لحسم التعاقد معها، خاصة أنها تمتلك قدرات فنية كبيرة وتم ترشيحها للجهاز الفني بقيادة محمد عادل بناء على سيرتها الذاتية المميزة. وأشار كابتن خالد العوض إلى أنها تشغل المركز الظهير الأيسر وتمتلك خبرات كبيرة. ومستمرين في الحديث عن الألعاب الأخرى، وأعلن كابتن خالد العوضي أيضا عن التعاقد مع الأمريكي براندون لتدعيم صفوف فريق كرة السلة رجال. وأكد العوضي انتهاء إجراءات التعاقد مع براندون بعدما اجتاز الكشف الطبي عقب وصوله إلى القاهرة، وذلك خلال الساعات الماضية. وقام اللاعب بالتوقيع على عقود الانضمام إلى صفوف فريق رجال سلة الأهلي، وذلك بعد ترشيحه من جانب الجهاز الفني بقيادة أوجستي بوش، وذلك في إطار تدعيم فرق النادي بالعناصر المطلوبة من أجل المنافسة على كل البطولات.